صوته. هاي عندي هذا ما حطيت انا انتربول، ما حطيت انتربول او كوميتيتي مالي، بدي احل المشكله بطريقه ثانيه. ممكن السبب ما فيش عندي مسافه هون اصلا، هاي المسافه ضاعت مني على الفاضي اذا ما في مسافه من هون. انا هدفي اني احقق فلوكس هيك اتجاهه مضبوط، يا هيك اتجاهه يا هيك اتجاهه، اللي كان ناتج عن مين؟ الارمتشر رياكشن. نفس الشيء بروح بعمل كويل زي الكويل الاصلي، بس وين بحطه؟ ما بقدر احطه على الارمتشر، صعب اني احطه على الارمتشر، بحطه في وجهي البولز، فالفيس تبع البول بنحفر فيه حفر طويله وبنحط فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أسلاك. بس لاحظوا البولاريتي تبعت السلك هذا ايش علاقتها بالسلك الأصلي اللي جنبه؟ عكسه حتى يلغي. فنفس الارمتشر كرنت اللي مشى هون طلعته، بس بطلعوش من هون، بقدرش اجيبه من هون لهون مباشره، مزبوط؟ ليش؟ لانه هذا روتيتنج وهذا ثابت، فبطلعها عن طريق البرشز، بتروح عن طريق البرشز، بعدين بكون حافل بوجه الكومبنسيتنج بول، بوجه البولز الرئيسيه بحط هدول. فلاحظوا هدول الارمتشر رح يعمل لي رياكشن هيك، الكومبنسيتنج وايندنجز رح تعمل لي رياكشن، رح يلغى الرياكشن الاصلي. وانا اتوقع ان الكومبنسيتنج وايندنج شغلها بكون احسن وادق من الانتربول، بس مشكلتي خربت البول، صار بدي بولز خاصه. البولز هاي بتكون من نوع خاص بحيث اني احطها بهذا الشكل، هلا بيطلع الكرنت والكرنت بروح بمشي وبرجع بعدين بمشي في الكومبنسيتنج وايندنجز. فاعطيني خلينا نشوف صور عليهم، امثله صور عليهم. نعم. ليش هاي ادق؟ ما بعرف ليش ادق، يمكن مش ادق، يمكن بس مشكلتها انها بتتخلص من المسافه اللي هون، انا مش متاكد الصراحه، مش متاكد، بس بتوقع هذه احسن، اما ما بعرف انا ما شفتهاش كثير، اللي شفته منتشر اكثر الانتربولز. نتطلع على هاي، نتطلع على الصوره تبعتها، اذا بتطلعوا هون يمكن بعرفش مين اوضح صوره فيهم، فنشوف اذا هاي الصوره مبينت. هلا هاي المشين غريبه لانه فيها انتربولز وفيها كومبنسيتنج وايندنجز بنفس الوقت بنفس الصوره. لويستنج هاوس، لشركه ويستنج هاوس، ايش مشهورين ويستنج هاوس؟ كانوا يعملوا مرات غسالات، ثلاجات، شيء زي هيك. المهم هذا محرك من ويستنج هاوس، هي البول الرئيسي، هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بولز رئيسية، بين كل بول وبول ايش في؟ هي واحد، هي انتر بول، انتر بول، انتر بول، ثمان انتر بول، بس كمان ايش في؟ في نفس وجه البول اذا بتطلعوا شايفين الفتحات اللي هون موجوده؟ محطوط فيها كومبنسيتنج وايندنجز. هلا احتمال هاي لانها ماشين كبيره مستعملين الطريقتين، انا ما بعرف ليش، ليش مستعمل الطريقتين ما بتكفينا طريقه واحده منهم. في كمان صوره ثانيه. هاي صوره من الكتاب تبع تشابمان. اظن انها نفس الماشين بس انها صوره جايه من مكان ثاني. هلا هون واضحه الانتر بولز. شايفين الانتر بولز هي هيك جاي واضحه، واضح انه هون في كويل عم بعطي، في هدول امبيدد في وجه البول، وفي هون ماشين مختلفه. شوف اذا بتبين صورتها. هي هاي، بس هاي يمكن مش واضحه زي هيك الصوره. نفس الشيء عندي هون، هي المين بول. الكومبنسيتنج وايندنجز محطوطه في داخل، وحتى في انتر بولز. والله احتمال هدول الثلاث صور من نفس الماشين يمكن. اللي هي تبعت ويستنج هاوس. اوكي، اتس فاين.